صباح النور. سهلا فيك. كيفك؟ لارا، مسار الفرح فكرة مين وكيف نظمته؟ مسار الفرح هو أحد البرامج اللي نحن بنقوم فيها لدعم الأطفال عنا بالمركز. مركز سرطان الأطفال هو مركز إقليمي رائد بعلاج الأطفال المصابين بمرض السرطان مجانا على الأهل. فمهمة المركز هي أكيد تأمين أحسن علاج للأطفال اللي عندهم كانسر من دون أي مقابل على الأهل. المركز صار له 16 سنة منقوم بهالمهمة، وما منقدر نقوم بهالمهمة لولا دعم المجتمع، لأنه منعتمد كليا على جمع التبرعات. وميزانية المركز السنوية هي 15 مليون دولار، وبتتخطى 15 مليون دولار، المبلغ كتير كبير، ونحن منقوم بجمع هالمبلغ بفضل دعم المجتمع، لأنه تكلفة علاج الطفل الواحد هي 55,000 دولار معدل بالسنة الوحدة، وبيبقى الولد عم ياخد علاج حوالي 3 سنين. فمن هيك التكلفة كتير عالية، والمركز مش بس مهمته نكون نحن عم نقدم العلاج الميديكال، كمان نحن منقدم العلاج النفسي للأطفال. ومن ضمن شق العلاج النفسي والمتابعة النفسية منهتم بالطفل من كل النواحي حتى بالدراسة، لأنه كلنا منعرف قدي مهم أنه الطفل يكون عم بيكمل دراسته حتى لو هو عنده مرض صعب، وما يحس حاله أنه هو مختلف عن باقي الأطفال. بلشت مسار الفرح من حوالي 7 سنين، لأنه الأطفال بالمركز صح بغيبوا كتير عن المدرسة، وبيكونوا عم بيقفوا أيام أشهر عن العام الدراسي، وفي أوقات أطفال بيخسروا العام كله الدراسي. بالمركز عنا متطوعين أساتذة بيكونوا عم بيقضوا كل وقتهم بالمركز ليدرسوا الأطفال ويتابعوا معهم دراستهم. وحبينا لأنه شفنا أنه الأطفال هالقد مهتمين بالدراسة وما حابين أنه المرض يأخرهم، فقررنا بالمركز أنه يكونوا عم بيقدموا الامتحانات الرسمية بقلب المركز. وأكيد منحب نشكر وزارة التربية ووزير التربية بالأخص، لأنه صار المركز معرف كمركز أوفيشل لتقديم الامتحانات الرسمية، مجهز بطريقة أنه يقدروا الأطفال اللي عندهم كانسر يكونوا عم يقدموا امتحاناتهم، وبيكون عنا مفتشين عم يجوا وقت الامتحانات البروفي والباك عم بيقدموا الأطفال بالمركز. ولأنه شفنا أنه نسبة النجاح هالقد عالية، فحبينا نحتفل بأطفالنا باحتفال الباث أوف جوي اللي هو مسار الفرح، اللي هي حفلة تخرج منقوم فيها من بعد النتائج الرسمية. السنة نجح 29 طفل، 19 منهم قدموا الامتحانات البكالوريا، و10 منهم قدموا البروفي. وحتى يعني في اطفال اخذت مونسيون مثل جيد جدا وممتاز. وهذا الشيء بفرحنا كثير، وبخلينا نقول قد ايه مهم للمجتمع انه يساعد هول الاطفال بعلاجهم، لانه هالاطفال متمسكين بالحياه وبالنجاح. اخبرتينا عن انعكاس المساهمه في هذه الفعاليه بالنسبه لكم. نرجع نحكي بالنسبه للاطفال، وخلينا نقسمهم لاثنين، الخريجين، بقية الأطفال اللي هم يمكن في سنوات تانية مش بيمتحنوا المتوسط أو للثانوية، كيف بتنعكس عليهم زي كده احتفالات؟ طبعا أكيد. هلأ في كتير أطفال كمان بيكونوا عم بيشاركوا بهالحفلة، لو حتى هن مش عم بيكونوا عم يتخرجوا بيشاركوا، لأنه نحن بنعمل فقرات انترتينمنت بهاي الحفلة، فبيكون في أطفال من عمر السنة لا عمر 18 عم بيشاركوا بهالحفلة، وبس يشوفوا أنه أصحابهم عم ينجحوا وعم يتخرجوا، هالشي بقويهم، بخليهم يشوفوا انه لا، نحن بدنا نتغلب على المرض وبدنا نكون قوية وندرس ونكمل دراستنا. فأكيد it's very positive، بتأثر إيجابيا على الجميع، وبالنسبة للمحتفى بهم كمان طبعا أكيد، لأنه ما بحسوا حالهم انه هني أقل من غيرهم، أو هني المرض خليهم يوقفوا، أو المرض خليهم ما يكملوا الدراسة تبعهم. بالعكس يعني هالحفلة بتخليهم يحسوا بأهميتهم كأطفال، بأهميتهم كأطفال صارعوا مرض السرطان
ونجحوا بدراستهم. نعم جميل جدا. طيب يعني تحدثتي عن الدعم النفسي لهم خلال هذه الفترة، وبتعرفي أنت يعني بيكون الطفل بعيد عن المحيط اللي هو معود عليه بالمدرسة، خبرينا أكثر قديه بتشتغلوا على الدعم النفسي من ناحية نفسيته للطفل ومرضه، ومن ناحية أيضا دعمه كرمال كمان ينجح بدراسته. طبعا أكيد، لأنه مهمة المركز مش بس ترتكز على تأمين العلاج الطبي، كمان نحن كتير منركز على الشق النفسي، لأنه منعتبر أنه نفسية الطفل كتير لح تأثر عليه خلال فترة العلاج، ولأنه فترة العلاج هي حوالي 3 سنين، ففي فترة طويلة بيكون الطفل عم ينسلخ فيها عن المجتمع، وبكون بعيد عن حياته الروتين اللي معود عليها، بيكون عم بيزور المركز أسبوعيا لياخد العلاج، وأوقات بيضطر أنه يكون عم بينام بالمستشفى عم يبقى بالمركز. فالدعم النفسي نحن عنا Child Life Department مختصين أنه يكونوا عم بيتابعوا حالة الطفل وحالة العائلة، لأنه بس ينصاب طفل بمرض السرطان العائلة كلها بتنصاب معه والبيت كله بينخض. فمن هيك نحن منكون أكيدين وحارسين أنه الطفل عم يعرف أولا أنه هو هاي مرحلة لح يمرق فيها ولح يتخطاها إن شاء الله بإذن الله. والدليل الأكبر أنه الحمد لله عنا نسبة نجاح 80%، ف80% من الأطفال اللي عنا بيشفوا من المرض، وهيدا الشيء البوزيتيف اللي بخلينا كلنا إنه نقدر نكمل بهالمسيرة. تعرفي لارا، زمان كانوا الناس بيفتكروا إنه مريض السرطان محتاج لعلاج كيميائي أو إشعاعي، ولكن أبحاث كثيرة ودراسات كثيرة وعديد من الخبراء استضفناهم هنا من خلال صباح النور كانوا بيخبرونا عن جدوى ومدى أهمية الدعم النفسي والعلاج النفسي، وهذه الدائرة اللي بتتكون حول مريض السرطان بتوفر له هذا النوع من القوة اللي هو بيحتاجه، وجدا بتأثر على تقبله للعلاج وعلى حالته النفسية وعلى أنه يتخطى هذا الوقت، وده اللي أنتوا بتقدموه. هنا تكلمنا عن الدعم النفسي، ولكن حتى أنتوا عشان ما تقدموا هذا الدعم النفسي محتاجين لدعم مادي. صحيح. وتكلمتي عن أسعار أو مبالغ كبيرة جدا جدا، تكلفة الطفل الواحد، تكلفة علاجه، تكلفة المراحل اللي بيخوضها. حابين تكلمينا أكثر عن هذا الدعم اللي بيجيكم، كيف بيوصل يعني على مين بتعتمدوا أكثر شيء؟ طبعا. مثل ما حضرتي ذكرتي نحن بنعتمد على جمع التبرعات وعلى دعم المجتمع لنقدر نقوم بمهمتنا، لأنه هالبجت السنوية وتكلفة علاج كل طفل فعلا تكلفة كتير كبيرة، وهيدا نحن بنعتبر أنه هيدا العبء المادي نحن عم نشيله على الأهل لحتى هني يكونوا عم يهتموا بس بطفلهم وهني بس مركزين مع هالولد. فنحن لولا الخيرين ولولا دعم المجتمع ما بنقدر نقوم بمهمتنا. هلا كيف نحن بنقوم بهيدا الفندريزنج اذا بدكم اكثر؟ هي من خلال برامج وبروجكتس بنقوم فيها، كامبينز حملات على مدار السنه. في عنا بروجرامز بتكون دايما موجوده مثل التبرع المره واحده او التبرع الشهري، مثل عندنا بروجرام اسمه جيف هوب، امنح الامل، اللي هو تبرع شهري الشخص بيقدر يقوم فيه من خلال مجرد ما يتصل فينا على ارقام المركز 70 35 15 15 وبيستفسر اكثر. هالتبرع ممكن يكون من داخل لبنان او من خارج لبنان، والمبلغ ممكن يكون قد ما كل واحد قادر، لانه كل إنسان بيقدر أنه يتبرع على قد قدرته. هلأ بالنسبة للحملات، كل فترة منكون عم نقوم بكامبين معين. مثلا هلأ نحن عم نعمل كامبين اسمها الـ SMS كامبين، حملة الـ SMS اللي هي بتكون عادة لمدة شهر، بلشت مبارح وهي باقية لآخر سبتمبر، بما أنه العالم اللي بداخل لبنان يبعثوا SMS فاضي أو بيقدروا يكتبوا بقلبه أي مسج للأطفال على رقم 1105 1105. بهالطريقة بيقدر الشخص يكون عم يتبرع بدولار. فدايما مثلا منحط هدف مثل هالحملة، هدفها أنه نقدر نجمع فيها تكلفة علاج ولد واحد هي 55 ألف دولار. مهم جدا يعني اللي حكيتي، ومنيح أنك عرضت الرقم، لأنه أنا من الناس اللي ممكن تجيني هيك رسائل وما بتفاعل معها لأنه ما بتعرفي إذا هي يعني قدي مدى مصداقيتها. شكرا كتير لإلك لارا تمساح شاكر، المنسقة التنفيذية للتبرعات في مركز سرطان الأطفال في لبنان، على هالمعلومات الجميلة اللي عطيتينا إياها. شكرا.